مدينة جدابيا وتحديدا مستشفى محمد المقريف كان شاهدا على الزيارة الميدانية التي أجراها مدير أمن جدابيا وآمر الكتيبة 192 لجرحى تزربو في الهجوم الإرهابي. الزيارة كانت لتفقد المصابين والوقوف على أوضاعهم الصحية، كما تهدف إلى التعرف على المشاكل التي يعاني منها المستشفى وسبل توفير الاحتياجات الضرورية العاجلة لتقديم الخدمات ورعاية الصحية اللازمة للجرحى. هذا وكانت القوات المسلحة قد أمنت وصول الجرحى من مدينة تزربو إلى جدابيا، ولا تزال تساهم رفقة الأجهزة الأمنية وقطاع الصحة بالمساعدة في تقديم الخدمات اللازمة. تم الاستعانة بالكتيبة 192 قوات مسلحة والغرفة الأمنية المشتركة جدابية ومديرية أمن جدابية، وتحرك الرتل حوالي 12 سيارة معهم سيارة إسعاف، وتم تأمين نقل الجرحى، ونتمنى لهم الشفاء العاجل، وإن شاء الله نحن باقين إن شاء الله منتصرون بإذن الله ونأخذ ثار الشهداء إن شاء الله. زيارة تحمل رسائل عديدة، من بينها العرفان لما قدمه أهالي تزربو بمواجهتهم عناصر تنظيم داعش الإرهابية بكل بسالة، والتأكيد على وقوف المؤسسة العسكرية والشرطية صفا واحدا لمواجهة جميع أعداء الوطن. لقناة ليبيا الحدث، مجدي بطرة.